بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله ناخد أول درس في مادة الجغرافيا الترم الثاني الصف الخامس الابتدائي، درس مقاومات الجذب السياحي في مصر. أول حاجة احنا عايزين نعرفها في الدرس ده يعني إيه كلمة سياحة. السياحة يعني مثلا هديك مثال، أنت هتسافر من الفيوم تروح محافظة الجيزة علشان تتفرج أو تشاهد على الأهرامات، تمام، تشاهد أهرامات الجيزة مثلا، فدي احنا بنسميها السياحة. بنسميها ايه؟ سياحة. سياحة يعني سفر، انا بسافر من مكان لمكان لأغراض مختلفة. ممكن بسافر من الفيوم للجيزة علشان اتفرج على الأهرامات واستمتع بجمالها، فبالتالي ده هيكون سياحة بغرض الاستمتاع. وممكن كمان انا رايح ازور الأهرامات علشان اتثقف وازود معلوماتي، فبالتالي دي هسميها سياحة ثقافية. وممكن كمان بسافر عند المناطق اللي فيها رمال سخنة وعيون كبريتية زي ما كنا واخدين في الترم الأول، اللي هي السياحة العلاجية، الناس بتدفن نفسها تحت الرمال السخنة علشان تعالج جلدها لو جلدها مصاب بالأمراض، تمام. ممكن أروح أزور مثلا جامع الأزهر الشريف لغرض ديني، فبالتالي السياحة أنا بسافر من مكان لمكان لأغراض مختلفة. بسافر ممكن للعلاج، ممكن للعلم أو للتثقيف، ممكن للترفيه، وممكن لأغراض دينية. يبقى تعريف السياحة هي السفر لأغراض مختلفة. إيه هي الأغراض؟ ممكن ترفيه أو علاج أو استفادة علمية أو لأغراض إيه؟ دينية. طيب يبقى مين بقى السائح؟ السائح بقى عندنا هيبقى الشخص اللي بينتقل من مكان أو من مكان إقامته، المكان اللي هو قاعد فيه، لغرض السياحة. أنا بنتقل من الفيوم بروح الجيزة بغرض السياحة، بنتقل من الفيوم أروح مثلا شرم الشيخ بغرض سياحة ترفيهية أو الاستمتاع. فبالتالي هو الشخص الذي ينتقل من مكان إقامته إلى مكان السياحي ده اسمه السائح. تعال نشوف مقومات الجذب السياحي، يعني إيه الحاجات اللي موجودة عندنا في مصر بتجذب السياح. زي ما انت شايفين أنا عندي مقومات طبيعية ومقومات بشرية. أولا تعالوا للمقومات الطبيعية. المقومات الطبيعية اللي بتجذب السياح عندنا موقع مصر المتميز. طبعا كلنا عارفين إن مصر بتتوسط قارات العالم القديم وعندها بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر المتوسط، تمام، فده بيجذب السياح. تاني حاجة بتجذب عندنا السياح المناخ المعتدل. مصر يا شباب مناخها طول السنة معتدل، الصيف مش حر قوي والشتاء مش برد قوي. بيجوا عندنا سياح أوروبا بيهربوا من الشتاء عندهم ويجوا الشتاء عندنا، لأن احنا عندنا الجو معتدل وهم عندهم الجو برد متجمد. فبالتالي سياح أوروبا يأتوا إلى مصر في فصل الشتاء لا اعتدال مناخ مصر. يبقى أنا عندي تاني حاجة بتجذب السياح المناخ المعتدل. يبقى من المقومات الطبيعية اللي بتجذب السياح الموقع والمناخ المعتدل. تالت حاجة عندنا بتجذب السياح الطبيعة الخلابة. يعني ايه يا مس آية طبيعة خلابة؟ يعني المناظر الطبيعية الجميلة اللي عندنا. عندنا مناطق زراعية زي نهر النيل والحقول الخضراء اللي حواليه، عندنا مثلا الشواطئ الرملية الجميلة بتاعة البحر المتوسط، عندنا الشعب المرجانية والأسماك الملونة اللي موجودة في البحر الأحمر. كل ده بيخلي أو كل دي أماكن مناظرها طبيعية خلابة بتجذب السياح. طيب تعالوا للمقومات البشرية. المقومات البشرية بقى عندنا اللي بتجذب السياح الآثار. أولا الآثار زي الأهرامات والمعابد، الآثار دي بشرية. ليه؟ لأن المصريين القدماء هم اللي عملوها، ودي حاجات قديمة جدا أثرية، فالسياح بيجي يزوروها. يبقى أول حاجة من المقومات البشرية لجذب السياح الآثار. تاني حاجة الأمن والأمان. مصر الحمد لله بتتمتع بقلة معدل الجريمة، يعني ما عندناش جرائم كتير، عندنا أمن وأمان، فالسياح بيجوا